مرحبا، ربما تكون قد سمعت عن العديد من الفوائد الصحية للعسل، لكن هل تعلم ماذا يحدث عند إذابة ملعقة من عسل النحل في كوب ماء دافئ وشربه سواء على معدة فارغة في الصباح أو حتى قبل النوم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه وإياكم في هذا الفيديو، تابع معنا. يعمل لمعالجة تهيوجات القولون العصبي، ولعل السبب في ذلك هو قدرة هذا الخليط على نظافته، كما أن هذا الخليط يعمل على منع حدوث أي إصابات تسبب العديد من حالات الإمساك والتي تكون بشكل مستمر. له دور كبير في قتل البكتيريا ومجموعة الطفيليات التي تتكون داخل الجهاز الهضمي، كما أنه يقوم بتطهير الجسم تماما من السموم التي تكون مختزنة به، وفي نفس الوقت يقوم برفع نسبة المضادات التي تقضي على الجراثيم والفطريات، ويضاف إلى ذلك القضاء على الفيروسات. مشروب العسل مصدر غني بالفينولات وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة التي ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد الشرايين الموجودة في قلبك على التمدد، مما يزيد من تدفق الدم إلى قلبك ويساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد ماء العسل في الحفاظ على توازن مستوى الكوليسترول وزيادة الكوليسترول الجيد. أمراض فقر الدم من الأساس تكون نتيجة وجود نقص بكريات الدم الحمراء والأكسجين بالدم نتيجة لنقص كمية الحديد المتناولة، لذلك العسل له تأثير كبير على نمو نسبة الهيموغلوبين بالدم نتيجة لوفرة الحديد والفيتامينات والمعادن المغذية، لذلك عليك بتناول هذا المشروب مرتين يوميا قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة لرفع مستوى الحديد. يفيد جدا في القضاء على مجموعة الاضطرابات التي تلحق بالجهاز التنفسي، وأيضا له القدرة على مقاومتها، ويقضي على الالتهابات التي تصيب كل من الحلق والبرغم، وفي نفس الوقت يقوم هذا المشروب بإعطاء الجسم كمية كبيرة من الطاقة الضرورية التي يحتاجها الجسم، وذلك لكي يقوم بعدة أو مجموعة وظائف مختلفة بشكل جيد وفعال. له دور كبير وفعال أيضا في عملية تنظيم مجموعة الوظائف التي تقوم بها المبايض عند النساء، كما أنه يقوم بعلاج بعض الآلام التي تكون ناتجة عن الدورة الشهرية، وفي نفس الوقت تحسين الوظائف الجنسية عند المرأة. يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي الجيد ويزيد من مقاومة الجسم للعدوى، ويعمل على إزالة السموم من الجسم، وبالتالي يخفف الضغط على الكبد المصدر الرئيسي لامتصاص سموم الجسم، كما أنه يساهم في تخفيف آلام حصوات المرارة ويعالج مرض الصفراء وتسمم الكبد. كما أن لهذا المشروب القدرة على تقليل من نسبة الاضطرابات النفسية التي تلحق بالشخص نتيجة لبعض التوترات والقلق والمشاكل التي يتعرض لها الإنسان طوال فترة حياته، وتناوله على الريق يقوم بالقضاء تماما على الاضطرابات العصبية التي تلحق بالشخص، وهذا الأمر يكون بجانب العديد من الفوائد التي يقوم بهذا الخليط ويعطيها للجسم. يقوم بترطيب الجسم وجعله أكثر نعومة، كما يعمل المحافظة على البشرة حيث أنه يجعلها تظهر بمظهر لامع ويزيد من نضارتها ونعومتها وتجديد أي خلايا تالفة في الجسم، كما يعوق من نمو الخلايا الضارة ويمنعها من النمو تماماً.